انتيريور تيج لازم مي مصفق شلون سويت له تريمينج سوي في شيب بالنص اوكي طبعا اقدر ارجع على التريمينج همينه مضبوط لازم نسوي له تريمينج مضبوط اوكي من حاسب عليه بس مو واحد ثاني يسوي ويسوي الديزاين ما يقعد ما يصير لازم شويه يفنش يطلع الكونتاكت اريا حتى من يرسم البروكسيمال بليت يرسمها مضبوط تمام هذا مي انت للسهوله نقعد مع المدير كسر هذا البريمولر راح نخلي بس شنو انتو طلاب انتبهوا علي انا هسه اذا انكسر سن ما يهمني ازحف سن صحيح. بس اذا غلطت بالفورمولا انت وكسر السن ترى صفر لو تجيب كاست تجيب كاست بجيب مو صحيح فانت انتبه مو مثل هيك تجيب وهذا امتحان الفاينل اي 20 درجه لا مو شقه اوكي وبصف خامس تحتفظون بهاي الفيديوهات تحتفظون بالدفتر اللي طبعا كتبتوا بيه التسويق اللي بالنت راح تجي يمكن خمس درجات عندك دفتر شخابيط راح تجي خمس درجات رسم ديزاين بالوزاره بالكفاءه يعني ماكو مجال التسويق هسه يطلع بعدين هذا راح اشيلكم هاي البريمولات الاثنين باعتبار هاي راح يصير كيس بلاستري وراح اشيل هذا البريمولر والمولر اقطع الكلام بلا تعليقات زين هسه احنا ايش عندنا عندنا كلاس 3 شورت سبان كلاس 4 نبدي بكلاس 3 شورت سبان برنسبلز انتم ماخذيها بالجريد وورك راح تكون هاي المنطقه هي الجريد وورك اوكي الشكل هذا هيجي كيس نادر ما يجيكم لان احنا دائما ندور ترو دينشر هذا مو ترو دينشر هذا فولس دينشر هذا ممكن كل سهوله يكون برجات اثنين وخلاص تنتهي المساله اوكي سنجل بليت ستروك راح يكون سنجل بليت ستروك اوكي راح تكون هاي بروكسيمال بليت بهالشكل هذا على كل الكونتاكت اريا وهاي البروكسيمال بليت على كل الكونتاكت اريا راح يكون هنا الريست لازم يطلع من البروكسيمال بليت لان هي باوندد اقطع الكلام طلاب انتبه اذا هاي كل الميزيا الفوسي حتنوخذ وتصير ريست وين تدمج لي اياها ويا البروكسيمال بليت باعتبار هي قطعه معدنيه كامله بروكسيمال بليت بعدين صارت ريست يعتبر الماينر كونكتر مال الريست هي البروكسيمال بليت نفسها نعم هنا نفس الشيء هاي البروكسيمال بليت هي صارت الماينر كونكتر مال الريست اللي هو سنجلم اللي يغطي نص السن اوكي راسا تغطي نص السن وتتذكر انه الماينر كونكتر مالتك هي هذا البوردر لاين مالته اوكي وهذا الريست بعد ما بيو اي ماينر كونكتر لان هو صار البروكسيمال بليت الماينر كونكتر مالته هذا الريست كله يتظلل الفوسه باعتبار هذا ريست هنا كل الفوسه تتظلل باعتبار هي ريست ولازم توصل لي اياه بالبروكسيمال بليت ما يصير تخلي جزء معدني طايف بلاي ما يرتبط بالديزاين ككل ورا ما تكمل تباوع وين عندك قطعه معدنيه ما مرتبطه تربطها اوكي زين راح يكون هنا عندي اي بار فور استاتيك هذا شكل الاي بار اوكي هنا اي بار ترى هذا نسوي لك صفحه على الفيسبوك
هذا يبقى داخلي بيناتكم طلاب لكم هذا، لان كل واحد ما راح يستفاد من ابو بغداد، ابو بغداد معلمهم غير طريقه. فانتوا ما لكم علاقه. اقصد يعني انه لك يعني ك كصوره عامه. لا خليه بس على قد اليرموك وهي اوكي اوكي ها هذا انتبهوا عليه، هذا هو السيركمفرنشال كلاس. تشوفون شلون التيبر انزل للسيرفايكل حتى يدخل جوا الاندركات يسوي انجيجمنت. نعم هذا ريتين تبع، بينما الريسيبروكال ارم لا يبقى بالكلوزر ثيرد واسوي النهايه مال تراوندد واقول هذا هو الريسيبروكال ارم مال سيركمفرنشال. وضحت الفكره؟ نعم هذا شكله. راح نجي على هاي نفس الطريقه ريتين تبع ارم حينزل، وخاصة الثلث الأخير مالته ينزل جوا السيرفايكال لاين، جوا السيرفي لاين. اوكي راح نخلي راح نجي هنا للريسيبروكال ارم. يتأكدون على هاي النقاط اللي هي بسيطة بس زيد درجتك اللي هي يكون الريسيبروكال ارم راوندد، لا حد يسوي تيبورت ولا حد ينزله جوا السيرفي لاين. انتهينا من وين قلبك ما ننزله؟ لا تنزل جوا السيرفي لاين، انا ما مسوي سيرفي لاين بس اتخيل انه السيرفي لاين راح يكون هنا ما نزله. خليه بالكلوجر ثيرد وخلص لان سيرفينج ما مطلوب منكم هسه. اوكي راح اجي شلون اسحب البوردر لاين للسنجل بليتال ستراب. مثل ما قلنا انه هذا الريست موصل للجريد وورك، فراح يطلع لي بس خط واحد من الجريد وورك بهالشكل هذا. هذا الريست ايضا مشكل بالجريد وورك، فراح يطلع لي خط بهالشكل هذا. انتهينا من عده. هنا هذا الريست مشكل بالبروكسيمال بليت صحيح، بس هو عباره عن بليته، فلازم يطلع منه ماينر كونكتر بهالشكل هذا. اوكي؟ زين. هذا الريست منتهي ويا البروكسيمال بليت فيطلع منه هالشكل هذا. صفالي هسه عندي 1 2 3 4 تمام. اجي لو كان هذا الميد لاين اشر او اربط الخطين بخط عمودي على الميد لاين، هذا الخط العمودي ارسمه اول مره احدده. وين خليت الخط العمودي؟ بنص المسافه بين هذا وهذا، هذا هنا وهذا هنا، فبنص المسافة وراها مجرد أوصلهن هذا الخط العمودي. أوكي؟ نعم. أنا عندي خط هنا وخط هنا، نص المسافة بيناتهم هي هاي، أخذ خط عمودي على الميد لاين. أوكي؟ أوصل الخط العمودي بهذا بزاوية معينة أو بكير معين، أوصل الخط العمودي بهاي بكير معين. صار سنجل بليتال ستراب. اوكي راح يجي لا. تقدر عادي بس هي 8 ملم اقل شيء يعني. نعم. اذا جوا 8 ملم صارت بار. نعم واحنا هاي بار يعني سنجل بليتال بار ما نسوي دائما سنجل بليتال ستراب. هذا هو الفينيشينج لاين. اوكي خلاص هذا الفينيش لاين هاي الثاني الاخضر. نعم اي حبيبي انا خلصت الطواحن بقى بس واحد حتى تطلعون الله وياكم.